بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نبدأ بسم الله. المبدأ اللي معانا اسمها لينير الجبرا، يعني الجبر الخطي. أول شيء مقدمة في لينير الجبرا، متى تستخدم الجبر الخطي؟ هو بيقول لك when you take a digital photo، يعني بعض الاكزامبلز في استخدام لينير الجبرا. Take a digital photo with your phone or transform the image in the Photoshop. When you play a video game or watch a movie with digital effects، وهكذا. يعني انت بتستخدم الجبر الخطي لما تيجي تعمل عملية تحويل لصورة، او لما تيجي تستخدم او تاخد صورة على الجوال بتاعك، او تحول صورة في الفوتوشوب، او تعمل بعض التأثيرات على صورة موفي، على صورة فيديو، او تحب تعمل بحث في الانترنت. كل دي امور وليك استخدامات. هنا يعني مقدمه، يعني استخدامات للايه؟ للالجبرا. عليكم السلام. بعد كده بيتكلم عن اهميه لينير الجبرا. ايه اهميته؟ لينير اي جوال على الصامت على طول، حتى الجوال على الصامت يعني يعمل ازعاج واتساب والكلام ده. Linear algebra provides concepts that are crucial to many area of information technology. يعني هي مهمة في تقنية المعلومات وفي الحوسبة، وهذا بيتضمن كل هذه الأشياء اللي شايفينها، الجرافيكس اللي هي الرسومات، الإيمج بروسيسنج، معالجة الصور، كريبتو جرافي اللي هي التشفير، عملية التشفير، و ماكينة التعليم، ويعني اوبتمايزيشن اللي هي يعني الاختصارات، والجراف الجوريزمز، والخوارزميات بتاعة الرسم البياني، كوانتوم اللي هي كوميتيشن اللي هي حوسبة الكميات، والبيولوجي في اللي هي يعني علم الأحياء، انفورميشن، وعملية البحث والويب سيرش. يعني أهميتها لبعض العلوم اللي هي بالنسبه للينير الجبر. كل دي مقدمات يعني. لينير الجبر in turn is built on two basis elements، matrices and vectors. matrices and vectors. يعني هي مبنيه على حاجتين، وهو المنهج بتاعكم يعني في الامرين دول. النص الاولاني الترم الاول في الماتريسيس، النص الثاني في الفيكتورز اللي هي المصفوفات يعني والمتجهات بالعربي. طب ايه الماتريسيس او المصفوفات؟ كلنا عارفين المصفوفات طبعا، هي بتبقى عباره عن زي جدول مكون من صفوف واعمده. يعني ده بيعتبر بيسموه ماتريسيس. تمام؟ ده بيسمى بالايه؟ بالماتريسيس. وده بيسمى بالمتجه اللي هو انا اعمل لكم بس علامه على الهايلايت. يعني ده بيسمى ايه؟ متجه فيكتور، بس متجه عمود. ممكن لو تقفلوا بقى خلاص، لو حد جه يخبط يعني. يسمى بالمتجه العمودي، عمود واحد. المتجه بيبقى عباره عن عمود واحد او صف واحد. اما المصفوفه عباره عن زي صف واحد زي كده من 8 عناصر. اما المصفوفه عباره عن صفوف واعمده، كم صف وكم عمود؟ دي عباره عن 4 في 6، يقولوا ده الصف وبعدين العمود. 4 في كام؟ الكلام ده اظن انتم عارفينه. 4 صفوف و6 ايه؟ اعمده. ماتريسيس. محتويات الكورس
يعني هما اختصارا بيتكلم في الماتريسيس وفي الفيكتور اختصارا، يعني نروح الكلام اللي موجود كله بيتكلم، طبعا هاخده كلام بالتفصيل ما يحتاج. System of linear equations، نظام المعادلات الخطية، نظام المعادلات الخطية. إيه هو؟ A set of equations is called a system of equations، هو عبارة عن أكثر من معادلة، يعني نظام المعادلات الخطية مكون بيبقى فيه أكثر من معادلة. A linear equation in n unknowns has the form of a1 x1 a2 x2 plus etc plus an xn equal b where the variables are of first degree. يعني هو بتكون المعادلة مكونة من ال a اللي هي المعامل الرقم العددي، يعني 5 2 حتى لو لم يكن هتبقى واحد، يعني لو قلت لك اكس واي معناها واحد اكس بس ما لا تكتب الواحد، المعامل بتاع الاكس هي واحد بس مش محطوط، يعني او 2 اكس هو ده ب، وبيكون معاها الانون اللي هو الاكس، انون اللي هو الايه؟ الاكس اللي هو المتغيرات باللغه العربيه سموها الانون مجاهيل، يعني اسف سموها المجاهيل مجهول والاعداد. فالايه الشكل بتاعها مع الاكس، طبعا الاكس بتكون على هيئه فيرست ديجري. يعني ايه فيرست ديجري؟ اتفضل عليكم السلامة. يعني ايه معنى فيرست ديجري؟ فيرست ديجري يعني مش اكس تربيع مش اكس تكعيب، اكس بس، اكس واي وزد وان وهكذا وجي ودبليو، فما فيش عندنا تربيع فيسموها ايه؟ يسموها فيرست ديجري، درجة الأولى، يعني معادلة من الدرجة الأولى أو سموها معادلة في اللغة. If all equations in a system are linear, the system is a system of linear equations or linear system. يعني هو المقصود إن system of linear equations يعني في مش معادلة واحدة، أكثر من معادلة، لأنه يعني system. The solution must satisfy each equation in the system. يعني حل المعادله في السيستم اوف لينير ايكويشن اللي بيحل المعادله رقم واحد لازم هو نفس الرقم اللي بيحل المعادله رقم اثنين واللي بيحل المعادله رقم ثلاثه لو كانوا ثلاث معادلات عشان يبقى حل للمساله. يعني قيمه الاكس معادله المعادله مثلا 3 اكس واي يساوي 5 2 اكس زائد واي يساوي 3، حل المعادلتين دول يسموا بقى سيستم اوف لينير، اما واحده فيهم ايكويشن. فإذا قلنا الإكس بواحد والواي باثنين مثلا فلازم إن تحقق المعادلة، وتحقق المعادلة الثانية اللي هو ده الحل اللي هو خط التقاطع بين الإيه؟ في المنحنيين يعني. فده الحل لابد إيه؟ يحقق المعادلتين عشان يبقى سيستم. تمام كده؟ ده معنى الإيه؟ طبعا التطبيق هيأتي. System of linear equations، إحنا لسه عايزين نطمن إن الصوت واصل مر، يعني الصوت وصل طيب. systems of linear equations هنا بيقول لك example solve the linear system، حل نظام المعادلات اللي احنا شايفينه ده 3 اكس زائد 2 واي يساوي 11 والمعادله الثانيه ناقص اكس زائد واي يساوي 3، هذه هي هي المعادله الثانيه. الحل بتاعها نشوف مع بعض، انا بحاول احللها على الورد عشان ايه يعني تكون واضحه شويه، لكن هنا الحل موجود اهو. اتفضل عليك السلام. صوت واضح ولا انا سالت؟ الصوت صوت هناك صوت واصل؟ بتقول الصوت واضح؟ الصوت هنا على النقص، لازم انا كنت انا واقف هنا بعيد اقرب شويه. الصوت على النت واصل من خلال الانترنت صوت.
خليه مع بعض. هاي خليه مع بعض. هاب يقول هو الحرب. ده بس خليه جلال. خليه هنا على بعض. هاي تمام كده كويس. خلاص عشان ما بقاش كده. خلاص ده كويس. فهنا معادلة system of linear equations عنده معادلة. الكلام ده يعني بسيط معروف. عندي معادلة بتقول 3 x زائد 2 y تساوي 11. معادلة بتقول ناقص x زائد y تساوي 3. طيب انا عايز اعرف كلمة x وكلمة y. ده اسمه سيستم. ليه؟ لانه مع معادلتين، اكثر من معادلة يبقى سيستم. وفي اكثر من طريقة للحل، لكن هو هنا استخدم طريقة التعويض. فجه من المعادلة رقم 2، شايفين كده؟ المعادلة رقم 2 اللي هي دي بالرقم المعادلتين. وعمل قال ان الواي تساوي الاكس زائد 3. ليه؟ انا عملت ايه؟ انا نقلت الناقص اكس الناحيه الثانيه، وبالتالي بغير الاشاره بتاعتها حسب نظام الرياضيات يعني. فبقول ان الواي تساوي اكس زائد 3. وعوض عن الواي في المعادله رقم 1. عوض عن الواي في المعادله رقم 1. هقول هنا 3x زائد 3x اللي فوق دي في المعادلة رقم 1 زائد 2، واحط بدل كلمة y احط ايه؟ x زائد 3 يساوي 11. وابدا احل المعادلة بالطريقة العادية. اقول 3x زائد 2 هتضرب في القوس، هتبقى 2 في x، 2x زائد 2 في 3 في 6 يساوي 11. هجمع 5x، هودي 6 الناحية التانية بالسالب، هيبقى 11 ناقص 6 ب 5. 5 اكس ب 5 معناها ان انا بقسم الطرفين على 5، يعني 5 اكس على 5 ب اكس، و 5 على 5 ب 1، اكس بتساوي 1. اعوض عن المعادله في المعادله رقم 1 او المعادله رقم 2 مثلا، اكس عرفتها خلاص، فاعوض بقى نمسح هنا كده. انا عرفت ان اكس بواحد، فاعوض هنا. اقول ايه؟ اقول ايه بقى هنا؟ هقول ان ناقص 1 زائد واي يساوي 3. معناها ان واي بتساوي 1 زائد 3. معناها ان واي بكام؟ 4. تمام؟ اذا انا عرفت ان اكس بواحد وواي ب 4. ولو عوضت هنا في المسالتين هلاقي النتيجه معانا مظبوطه. احنا طلعنا اكس بكام؟ والواي بكام؟ طب عوض هنا. ناقص 1 مش كده؟ اهو ناقص 1 زائد 4 بكام؟ ب 3. هي تساوي 3. اذا صح حقق المثال. طب نكتفي بكده ولا نسكت كده ولا ناخد المعادله رقم 1؟ ناخد المعادله رقم 1 عشان يبقى السيستم فلانينج. فاقول ايه بقى؟ هقول الاكس 3 في 1 بكام؟ ب 3 مش كده؟ واقول الواي بكام؟ 2 في واي. 2 في واي اللي هي كام بقى؟ اللي هي 4. 2 في 4 كام؟ 8. 8 في 3 كام؟ طالما الاكس والواي ما حقق المعادلتين يبقى السيستمز اوف لينير ايكويشن ده السولف بتاعه، ده السولف المساله كده الحل. لكن تحقق واحده ثانيه لا، ده مش الحل، لازم تحقق الايه؟ ده يسمى بسيستم اوف لينير سولف اوف سيستم اوف لينير ايكويشن. طيب سيستم اوف لينير ايكويشنز ماتريسيز المصفوفات. المصفوفات عندي عباره، احنا عرفنا مثلا هذه المصفوفه عباره عن كم في كم؟ صفين والاعمده ثلاث. فنعملها كده نقول 2 في كم؟ نكتبها بهذه الطريقه. طبعا دي بتبقى معلومات ارقام ليها علاقه ببعضها بتوضع، او معادلات فبتوضع على هيئه مصفوفه عشان نقوم بحل ايه؟ يعني معادلات كبيره قوي. طبعا المعادلات اذا كانت على هيئه متغيرات زي ما شفناهم ما يحتاج ان احنا نعملها في مصفوفه، بسيطه يعني. لكن اذا كانت متغيرات 3 او 4 او 5 او 10 يستحيل حلها بطريقه ثانيه، لازم تستخدم المصفوفات. ده سبب انك بتدرس الايه؟ متريسيس. طيب لينير سيستم متريسيس، شوف هنا المساله دي. لو انا عايز احول
المعادله المصفوفه متريس ساعمل ايه؟ اخد ايه؟ الكوفيشنت. الكوفيشنت اللي هي ايه؟ المعاملات، معاملات المجاهيل، يعني الرقم اللي جنب الاكس والواي الكوفيشنت. خلي بالك لما بيجي لكم ساعات سؤال في الاختبار يقول لك اعمل لي مصفوفه الكوفيشنت، فتروح تعمل مجرد ما يجيب لك مسألة زي كده تعمل الحل ده تاخد لك مثلا عليه درجتين ولا حاجه. ده ما بيجي يعني الكوفيشنت اللي هو المعاملات، مصفوفه المعاملات. الواي لا، لان هنا مكتوب واي بس، لكن لو كاتب لك 3 واي هتكتب 3. انت بتكتب الرقم اللي جنب المجهول اللي هو النون. احنا عندنا دلوقتي عشان برضه الامور تكون واضحه، انا عندي هنا عباره عن كوفيشنت اللي هو الخمسه والانون اللي هو الاكس. هنا الكوفيشنت واحد، يعني مفيش رقم، ما بيكتبش واحد واي، والانون اللي هو الواي. خلي بالكم من الالفاظ الانجليزيه دي عشان دي بتجيلكم في الامتحان. وهنا دي عندنا طبعا الحلول، ده الحل 3 او 4 غالبا بيسموها بي، مصفوفه بي، بيحطها في مصفوفه اسمها بي كابيتال. فانا لما احول المعادلات لكوفيشنت مصفوفه، تعمل مصفوفه المعاملات، حطيت هنا الخمسه والواحد والثلاثه والاربعه، شايفين؟ بهذا الشكل. اي نظام عندي ثلاث احتمالات، ايه هما الثلاث احتمالات؟ اما انا عندي حل وحيد ميد سوليوشن، حل وحيد، اما ان عندي حلول لا نهائيه انفينيتي ميد سوليوشنز، عندي حلول انفينيتي ميد سوليوشنز، او لا يوجد حل. يعني اي نظام سيستم اوف لينير ايكويشنز في ثلاث احتمالات، بوسيبيليتيز 3 هاف 3 بوسيبيليتيز. اما اني عندي حل وحيد او انفينيتي ميني سوليوشنز او لا يوجد حل. طيب المثال الاول هنا عندي ميني سوليوشن، يعني حل وحيد. طبعا بتعرفوا ترسموا الرسم البياني على لاي معادله بعمليه التعويض. يعني مثلا عندي مساله، بس طبعا دي انا يعني المعادله الاولى بيمثلها هذا الخط، شايفين خط الخط ده، خط ده. والمعادله الثانيه اللي هي دي بيمثلها هذا الخط، المعادلة الثانية مثلها هذا الخط، يلتقوا في نقطة. هذه النقطة اللي هو التقى فيها اللي هي عبارة عن من هنا لو تبصوا منتج واحد، وهنا سالب واحد اللي احنا فيه، وهنا فوق واحد اثنين، هنا ناقص، التقى من نقطة واحد وناقص واحد، هو ده الحل. Solve the solution of linear equation، system of linear equation، هو ده الحل، وهو حل وحيد. التقوا في نقطة واحدة، لأن الخط ماشي يعني مستمر أعلى وأسفل، مش هيلتقي خلاص. فده يسموه إيه؟ نظام مستقل، independent system. فده يسموه أهم حاجة تعرف كلمة mix solution، حل وحيد. أدي مثال المثال. أو infinitely many solution، حلول كثيرة. ده اللي بيبقى إيه؟ أنا عندي المعادلة واحد أهي، والمعادلتين في نفس برضه فوق، يعني نفس الخط. فكل النقاط اللي على الخط حلول لا نهائيه. Infinity many solutions. وتلاحظوا لو نلاحظ هنا في المساله في المعادله ان هنا اكس زائد واي بيساوي 3، مش كده؟ الاكس هنا عباره عن كام؟ ممكن اقول يعني لو قلنا ضرب الاكس في 2 وضربت الواي في 2 يبقى اكس زائد 2 واي، مش كده؟ وال 3 في 2 6، هي نفسها اللي تحت، 2 واي زائد 2 اكس زائد 2 واي يساوي 6. يعني لو ضربت قلنا المعادله في 2 هديني نفس النتيجه، هي نفس المعادله. ولذا النتيجه بتاعتها هي واحده.
فتكون القيم بتاعتها ايه؟ القيم بتاعتها هنفترض ان واي تساوي تي، اذا اكس هتكون 3 ناقص تي. طبعا التي ده عباره عن رقم حقيقي، اي رقم يعني، اي رقم حقيقي يعني، ممكن يكون واحد نص، واحد ونص حقيقي يعني رقم عشري ورقم صحيح. فنفترض ان الواي اذا كانت تي اي رقم، فمعنى كده ان الاكس يعني تي ده مثلا لو 5 مثلا 6 5 ونص، يعني الحدود النهائيه نحط عليها اي ارقام، هم منطق الالتقاء في جميع النقاط. فاحط افتراضا تي، فالتالي هتكون كام؟ 3 ناقص تي. طب جبت منين الكلام ده؟ دلوقتي انا قلت الاكس عباره عن الانوار عباره عن تي، مش كده؟ الاكس بتساوي كام هنا في المساله دي؟ اكس من المعادله رقم واحد، اكس بتساوي 3 ناقص كام؟ ناقص 1، مش كده؟ عوض عن الواي بتي يبقى 3 ناقص تي، لسه بقى 3 ناقص تي. فاذا كانت الاكس مثلا 1 هتبقى الثانيه هي 3 ناقص 1 يعني 3 يعني 2، يتي ده متغير. اما النوع الثالث اللي هو النو سوليوشن، هنا خطين متوازيين لا يرتقون ويسموها inconsistent system. خلي بالكم كلمة inconsistent دي بتجيلكم في الاختبار يعني، يعني غير متناسقة أو غير يعني فيها تعارض، مش هيلتقوا، مفيش حل، ليس لها حل، دي يسموها ملهاش حل. خلاص؟ ليس لها حل. خطين يلتقيان. شوف مع بعض هنا برضه consider the system of n equations in n now unknowns. n unknowns يعني مجاهيل عددها n كتيره يعني. فده هنا نظام معادله اهو زي ما شايفين a1 x1 a12 x2 وهكذا a1m. فدي شكل عام يعني، شكل عام للمعادله. ازاي يحطها هنا في المصفوفه؟ هنا حط ايه؟ ادي الـ A11، ده الـ A11 ده هو الرقم يعني، الرقم، و A12 وهكذا، وحط المصفوفة الثانية اللي هي النون في متبع، يعني معنى كده أنت بتضرب كل واحد في التاني، يعني الـ A الرقم في المجهول في النون، أنت في المصفوفات بتضرب فعلا صف في عمود، أنت بتضرب الصف ده في العمود كل واحد بالترتيب. فهو فك المصفوفه خلاها اي اكس، ال هي الايه؟ كوفيشنت اللي هي المعاملات الارقام بتاعه المجاهيل، والبي اللي هي الحلول يعني تساوي 5 تساوي 3 اللي هي قيمه المعادله. فقيمه ضرب الاي في الاكس كمصفوفه يساوي مصفوفه البي. A is called the coefficient matrix. مصفوفة A يسموها، خلي بالكم كلمة coefficient لما نقول بدالها. coefficient A matrix لأنها بسيطة وبتيجي. شوف هنا. أما هنا لما أجي أقول كده augmented matrix، خلي بالكم كلمة augmented اللي هي المصفوفة الموسعة. اللي هي بتحتوي على المعاملات، بتحط خط. بصوا هنا المصفوفة بيعمل كده الشكل ده، يعني بيعمل شكل زي يعمل شكل زي كده، ده معناه مصفوفة. فحط هنا مصفوفة المعاملات، وحط هنا خط، وحط هنا القيم اللي هي تساوي 5 تساوي 3 اللي هي البي، تساوي 3 تساوي 5 اللي هي البي تساوي 2، وهنا مصفوفة المعاملات بقى اللي هي الأرقام بتاعتها الـ A والـ 11 مثلا 2، يعني عندي مثلا مسألة 2 إكس زائد 3 واي تساوي مثلا 5، فهتحط هنا الاثنين وهنا الثلاثه وتحط هنا الخمسه وبتحط بينهم ايه؟ خط. عامله لكم على الورد ولا واضحه؟
to rebuild the family. لما نيجي هنا اقول في مساله 2 اكس زائد 3 واي زائد 4 زد او زائد 5 زد بالشرط تساوي 2. طبعا المفروض نسرع شويه عشان احنا نخلص يعني، بس عشان ادي هنا اكس. اذا حاجه واضحه ممكن تكتب على نفس الشاشه. فين الجد؟ يا ابني ما كنتش حاولت اعملها، حاولت اعملها ما كانش من شويه يعني. في زد بس خلينا بس عشان اكس زائد 2 واي زائد 3 زد مثلا تساوي 5، و 2 اكس او 4 اكس زائد 2 واي زائد 6 زد تساوي 1. مصفوفة المعاملات بتاعتي فين هنا؟ اللي هي هتبقى عبارة عن ايه؟ طبعا في هنا ادراج معادلة وكده بس عشان الوقت. هتبقى عبارة عن 2 3 1، وهنا 2 اللي هي الحلول، وبعدين 1 1 2 3 5 وبعدين 4 2 6 1. هنا هنا دي اسمها coefficient اللي هي 2 3 1 و1 2 3 اسمها كوفيشن لو طلبها منك في الاختبار. ودي النتائج اللي هي 2 و5 وايه؟ 1 مصفوف. تعملها يعني لو جات لك كده في الامتحان تعملها بنفس الشكل. كوفيشن عباره عن 2 و3 1 اللي هي 3 في 3 مصفوفه 3 في 3. تمام؟ Consider the system of three equations of n four unknowns. هنا بيقول اعتبر ثلاث معادلات في اربع مجاهيل. طبعا دي يعني ليس لها حل لانها طالما اربع مجاهيل بتناسب اربع معادلات. ما جيش في ثلاث معادلات، لكن هو هنا عايز يعلمك شيء معين. طيب الماتريكس اللي عندي الـ A عباره عن واحد اللي هي معامل اكس واحد، وثلاثة معامل اكس اثنين، والناقص واحد معامل اكس ثلاثة، والواحد معامل اكس اربعة. تمام كده؟ طبعا احنا ان شاء الله هناخد الصراحة 7 من 10 كده عشان الصلاة ان شاء الله. طيب اكس واحد اللي هي واحدة، اكس اثنين اكس اثنين، يبقى دي مصفوفة الـ A ودي مصفوفة مضروبة في الـ A مضروبة في الـ unknown، والـ B اللي هي النتائج ناقص 7 و9. الـ augmented matrix اللي احنا بقى بنقسم الـ A على النتائج، حط علامة زي القسمة كده، فبعملها زي ما بتاكل شوية 1 3 ناقص 1 1 نفس المواضيع، وتروح حاطط خط كده وحاطط النتائج، يسموها اوجمنتد. ايوه. الواحد اللي فوق ده بنمسح الاول عشان يبقى الموضوع قصدك الواحد ده؟ طيب هذا ايه كامل اوكي. ده ايه كامل؟ الاكس اللي بعده الاكس دي؟ بعد المجاهيل المجاهيل يعني هو بيقول لك ان حط المجاهيل الانوان اللي هي اكس 1 واكس 2 واكس 3 حطهم في متجه عمودي، يعني كانه هيضرب الصف ده في العمود
هو فعلا بيضرب، بس انت عارف ضرب المصفوفات بيضرب اول عنصر في اول عنصر وثاني عنصر وثاني عنصر، فكانه ضرب الواحد في اكس واحد اللي هي دي، وكانه ضرب الثلاثه في الاكس اثنين اللي هي دي، وكانه ضرب الناقص واحد في الاكس ثلاثه اللي هي دي ناقص اكس ثلاثه، وكانه ضرب الواحد في الاكس اربعه اللي هي دي. تيجي برضه في اللي بعدها اكس واحد اللي هي عباره عن ضرب واحد في اكس واحد، 2 اكس 2 اللي هي عباره عن ضرب 2 في اكس 2، 0 ليه؟ لان مفيش ناقص 3، ناقص 2 اللي هي 2 اكس 4 مضروب هنا، ضربنا الصف الثاني في العمود برضه، ثم الصف الثالث اللي هو عباره عن 3 في اكس 1 واكس 1 في اكس 2 و4 اللي هي فوق هنا في اكس 3، و0 ليه؟ لان هنا يعني صفر في اكس 4 يبقى صفر. فدي يعني وراك ان اصلا وحولها المصفوفتين مضروبين في بعض. لكن هو بيقول لك الاوجمنتد ماتريكس عباره عن ان هو المصفوف الموضع ان الموسعه اوجمنتد ماتريكس، ماتريكس خلي بالك من اللفظ ده اللي هو على بيه عباره عن ايه؟ انه حط مصفوفه المعاملات نفس البيانات اللي هنا، حط خط طولي كده وحط الارقام دي. ايه النتيجه بتاعتها؟ النتيجة بتاعتها انك بتحصل على اكس 1 واكس 2 واكس 3 اللي هو الانون. بعد كده يعني. ممكن يطلب منك. لا ممكن يطلب منك ممكن يطلب منك الاوجمنتد ماتريكس، ممكن يطلب منك الكوفيشنت ماتريكس اللي هي فين؟ اللي هي دي اللي هي الايه؟ لو قال لك كوفيشنت تعمل له اللي هي الايه؟ لو قال لك الاوجمنتد وغالبا بيجي الكوفيشنت، الاوجمنتد بتيجي في مسائل واحد كده بس انت تعرف يعني الفرق يعني. لو قال لك الاوجمنتد تروح عامل له الشكل الثالث، الشكل الاخير ده، لو طلب منك الاوجمنتد تروح عامل له المساله بهذا الشكل، تحلها له كده وتقول له ايه على بيه كده كابيتال، خلي بالك كابيتال مصفوفه لما تتكلم عن مصفوفه تعملها كابيتال، تكتب كابيتال في الصوره. واضح كده؟ لكن هو غالبا زي ما قلت لك الكوفيشن ده تكون ايه؟ تاخد بيه درجه وسهل. واحد ما يعرفش يعمل كوفيشن معناها ما يعرفش يجيب الخط. خلي بالكم من المصطلحات. طبعا كوفيشن هنشوف السبيل بتاعها سي او اي هتشوفوها دلوقتي. كلمه الفيشن اللي انتوا عارفينها فاكر اللي هي مساعد. كوفيشن. برضه هنا هوموجينوس سيستم اوف لاينر، هي نفسها يعني السيستم اوف لاينر ايكويشن، لكن يختلف ان النتائج بأصفر بس. نفس الكلام اللي قلناه قبل كده اوجمنتد والكوفيشنت نفس الكلام ده يختلف، ولكن الفرق ان النتائج بتاعتها اصفار يعني ما فيش ارقام بس، فيسموها هوموجينوس. هنقول نفس الكلام ولكن النتائج ايه؟ اصفار. نفس الكلام. حطينا ايه؟ ليها خصائص معينه عشان كده بيذكر. يبقى سموها هوم ايه؟ جينوس. فين هوم جينوس دي؟ نشوفها مع بعض. اللفظ اهو. هومو جينوس. طيب. شوف مسألة زي كده. هو بيقول لك ازاي بيحل مسألة؟ لما يكون عندي مثلا ثلاث متغيرات النون، ثلاث مجاهيل اللي هي النون ومساله زي كده، طب فين الواي هنا؟ صفر. خلاص طالما لم نضع واو تكون قيمتها صفر. طيب دي بيسموها ايه المصفوفه دي؟ سموها ايه؟ اوجمنتد. صح مظبوط كده. سموها اوجمنتد ماتريكس. خلاص كده؟ لكن لو كان جنبي طبعا ونهايه المصفوفه بيكون في خط كده زي ما شايفين. لو كان جنبي لغايه هنا وحط لي خطين كده يسموها الايه؟ الكوفيشنت. الخطوه الاولى عشان تحل المعادله هو بيقول لك انا مش هيحل، بيقول لك خطوات انك تعمل الايه؟ اوجمنتد ماتريكس. الخطوه الاولى. الخطوه الثانيه بتحولها لهذا الشكل اللي هي نظام اللي هي الواحد وزيرو، او ممكن يكون في ارقام برضو هتعرفوها اسمها اشلون فورم، حاجه اسمها اشلون. نعم.
عملت ايه؟ دي لسه انت ما خدتوهاش. يعني بتحولها بعد كده خطوه ثانيه حاجه اسمها اشنال فورم. اشنال فورم بقى ليه خطوات هتعرفوها. بهذا الشكل، وبوريك الخطوات هنا مجرد شرحيه. طيب بعد ما احولها لاشنال، اذا كانت المساله مثاليه وكويسه كده وامتحانات بهذا الشكل اللي احنا شايفينها كده، فده معناه ان قيمه هنا بيمثل الاكس زي ما انتم عارفين، وهنا بيمثل ايه؟ بيمثل الزد. معنى كده ان الاكس قيمتها كام؟ فين الاثنين اللي بتعمل هنا؟ والواي كام؟ دي الخطوه الثالثه، والزد ثلاثه. لا ده الخطوه من هنا لهنا انت ما خدتهاش لسه. او بيقول لك الخطوات الحل، لكن انك توصل من الاوجمنتد للخطوه دي اللي هي اشنال فورم دي لسه هتدرسها انت. لكن هو بيقول لك انت بتحولها لكده، فاذا اصبحت بهذا الشكل يكون النتيجه ان الاكس قيمتها الاصفار دي خلاص مش يعني هتكون قيمتها هي الحل اذا وصلت لهذا الحل. نشوف مع بعض كده ايه هو الاشنال فورم. طبعا ده شرح هنحاول احنا نطبقه في شروط على حاجه اسمها ريديوست رو اشلون فورم، انك انت تختصرها تختصر ليها شروط هنشوفها مع بعض هنا في التطبيق عشان يعني نكسب وقت. طب كويس انا جايب هنا ايه هو؟ اول حاجه في الاشلون فورم ان لازم يكون اول صف بدايته واحد زي كده ليجن 1، لازم يكون في واحد هنا ده شرط، وفي نفس العمود يكون كل الصور ده اول شرط. اي عمود في ليدنج 1 لازم يكون كل الصور طالما ليدنج 1، اذا كان عمود في ليدنج 1 فاول عمود لازم يبدا بواحد، يبقى الباقي كله ايه؟ صور تحته. ثم تاتي في الصف الثاني، الصف الثاني اول رقم لازم يكون ليدنج 1 برضه، أول رقم، ممكن ما يكونش تاني عمود، ممكن يكون هنا مش مشكلة، إذا كان هنا صفر يعني. ليدنج 1، كل العمود كل صفار. ثم الصف الثالث أول رقم يأتيك يكون واحد، ما يكونش حاجة تانية خمسة، ما يعني لازم يكون واحد. ممكن يكون صفر لكن ما يكونش رقم. والباقي كله كام؟ صفار. طيب، انتهت هنا كده؟ خلاص دي بتعبر عن إيش نفر. هذه تعبر عن إيه؟ إيش نفر. شوف اللي بعدها، واحد كل اصفار صح؟ انا لما نيجي نعبر عنها كده اعملها لكم ازاي الطريقه؟ اجي اعملها انا كده، شايف انا بعمل ازاي؟ بهذا الشكل كده، دي برضه وش الفرق؟ ليه؟ لان اول رقم هنا واحد وكل العمود اصفار. طب قبل هنا صفر يعني ما هيش مشكله. خلاص؟ هنا في اربعه مثلا ما هيشتغلش معايا اصلا، ما فيش ليد ال1 وفي هنا ليد ال1. خلاص؟ هو ده شرحه هنا، بس انا لو قعدت اشرح لكم كده الباقي اوقات في الاخر انتم مش التركيز كده. انا يعني تجربه يعني. طيب نشوف هنا برضه اول رقم ليد ال1 اهو. هنشوف نمسح كده. طالما ما نزلتش في الليل مظبوط كده. طب كله هنا اصفار؟ نعم. كله هنا اصفار؟ نعم. كله هنا اصفار؟ نعم. طب هنا ما يفرقش معايا لان ما فيش ليدنج هنا، هو في ليدنج هنا؟ هنا في ليدنج، بعدين خلي بالكم كل صف في ليدنج لازم. طب كل اصفار يكون في الصف الاخير. اذا كل اصفار يكون الصف الاخير، ما يكونش في الصف الثالث ولا الثاني ولا لازم الصف الاخير، لو ما كان في لو دكتور بنقول ثالث وليد الواد بعدها يبقى كده مش قشر الفرن، مش مظبوطه المساله. حل غير صحيح. شوف هنا. شوف هنا كل الصفار ازاي؟ هنا كل الصفار معايا؟ ركزوا الماده دي يعني ماده كويسه، بس طبعا انتوا لازم ترجع البيت ان شاء الله تقعد تحل، تحل كتير لازم.
مش مجرد انك تسمع هنا، لا لازم تحل في البيت، تقعد في البيت على الاقل بين المحاضره والثانيه تحل لك يعني في كل موضوع مش اقل من ثلاث اربع مسائل تحل فيه. ان شاء الله اسجل لكم دي على اليوتيوب ان شاء الله. اسمعوا المحاضره بقى النهارده ان شاء الله. سيستم اوف لاينين كويشن الساعه كام؟ شوفوا هنا المسألة دي هل هذه ايش نفر؟ دي مش ايش نفر ليه؟ عشان الفيديو اللي في الصف الثاني في ثلاثة فوق منه وحطيت لك أسئلة دايرة زرقاء أهو خلاص؟ طب ده ايش نفر؟ نعم ليه؟ لأن هنا بص أنا هنا بص المسألة جاية إزاي؟ ايش نفر مثلا؟ ليه؟ هنا صفار وكل صف فيه ليه دينوان؟ ايش الفرق؟ طب دي ايش الفرق؟ لا لان في هنا واحد وواحد لازم يكون بقى صفار. يعني فين يكون الصفر؟ الصفر يكون هنا المنطقه دي اتغير هنا بالصفر وهنا دي شالت ثلاثه وحط صفر الحد يعني. طب هنا ايش الفرق؟ نشوف كده مع بعض نمشي كده نمشي نمشي لغايه ما وصلنا لواحد وبعدين هنا دي دي كده دي. ايه السبب؟ ان مفيش هنا ليدنج نقلها تحت. عرفت الخطا فين؟ مساله ثانيه برضو اللي هي نجم رو اوبريشن عمليه ايه؟ اختصار مصفوفه. عايزين نعمل لها عمليه ايه؟ اختصار. اللي هي رو اوبريشنز. طب ايه فايده ان انا بختصر او بخليها في الشكل الاولي اليمينيشن يعني او اليمينيشن رو اوبريشن عمليات ان انا اخليها في هيئه اوليه؟ ان انا ابسط المساله واعرف حل المجاهيل لانه ده الهدف منها. اخلي المنطقه اصفار في ركن من الاركان وبالتالي المساله يسهل حلها. طب الحل اما ايه؟ ما بين صفين أو إن أنا أضرب الصف في رقم أو أقسمه على رقم حتى مش حاططها أو إن أنا هو الضرب يخش فيه مكتبات في نص يعني كده بتقسم على اتنين أو إن أنا يعني مثلا أجمع صفين على بعض. يعني دي العمليات اللي ممكن أعملها على يعني المعادلات أو الصفوف بتاعت الماتريسيس زي كده. ودي إن شاء الله بعدها نتوقف الصلاة. ادي مصفوفة اهي. مصفوفة ايه؟ شايفينها؟ مصفوفة ايه؟ اه كويس. جت المرة دي كده مش عايز تيجي. مصفوفة ايه؟ شايفينها؟ طيب. انا عايز ابدل الصف الاول بالصف الثاني. ابدل ايه؟ الصف الاول بالصف الثاني. ادي الصف الاول. وادي الصف الثاني. خلاص النتيجه بتاعتها ان انا خليت ده هنا واضح كده؟ خليت ده هنا. هذا مقبول يقبل في عمليات الايه؟ المصفوفات. بدلت الصف الاول بالصف الثاني. طب هنا عملت ايه؟ ضربت الصف الثاني في 10 اهو. بصوا كده 2 في 10 ب 20 2 في 10 ب 20 و 3 في 10 ب 30 و 5 في 10 ب 5. هذه عمليه يجوز. العمليه الثالثه ان انا جبت الصف الثالث خليت قيمته عباره عن الصف الثالث ناقص مضاعف الصف الاول. يعني الصف الثالث هنا الصف الثالث يساوي الصف الثالث ناقص 2 في الصف الاول. فهذه 2 مش كده؟ مش دي 2؟ تمام؟ ناقص 1 في 2 ب 2 مش كده؟ مش 1 في 2 ب 2؟ طب 2 ناقص 2 بكام؟ 0. 0 ناقص 2 في 1 يعني كام هنا؟ هنا هتبقى ناقص 2 مش كده؟
صفر ناقص 2 كام؟ 3 في 2 في ناقص 2 كام؟ 3 ناقص 4 كام؟ ناقص 1. دي يعني بتساوي المصفوفة المعاملات اللي هي الأرقام اللي هي بي نتائج The matrix P is row equivalent to the matrices P A. هذه المصفوفة بعد هذه العمليات اللي تمت هي مساوية equivalent يعني مكافئة لهذه المصفوفة. مكافئة لهذه المصفوفة وكذلك مكافئة لهذه المصفوفة وكذلك مكافئة لهذه المصفوفة. تمام كده؟ يعني العمليات اللي بتقوم بيها دي يعني مش بتغير من المصفوفة هي نفس النتيجة تكون نفس النتيجة. واضح كده بعد العمليات اللي تمت على المصفوفة. طيب نقف هنا ونكمل 10 دقايق ثم نكمل ان شاء الله بعد ما نصلي المغرب لان انا انتظرنا في الصلاة 10 دقايق ان شاء الله.